نفس الملعب لعبة بيكي سي، لكن قبل أن تجهز لنعمل تحدي بلعبة بيكي اكس تي. التحدي نحول بيتنا كله لبيت الحلاق. يعني انا فرجيتكم فرجيت الفيديو شلون بيتي، هاد هو يلا ما غيرته، بس انا فتحت بيضة وصار عندي هاد الجد الاليف اتسميته دوب، فعملت لهم سرير وحطيت كله كمان هون مشان ياكل، وكمان عم بجمع فلوس مشان اجيب له استحمام. والله جمعت. هلا لنعمل التحدي. التحدي قلتلكم نعمل بيتنا الشو، هو كله بيت هاد اللي بيعملوا فيهم شعرون صالون الشعر، نعمل ونعمل فيهم ميك اب كتير. يعني هلا لنشيل كل شيء، هاد بشيل انا، نشيل هاي ما تنشله، ما بعرف نشيلها كوشلة، نشيل هاد نشيله، نشيل هاي نشيل هاي ونشيل هاي، نشيل هذا وهذا، نشيل هاي هاي لا روحي 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 شغلة انا حيتكم ما سلامي اخ تعبت من جمعاني في اتوجعني شوي. يلا نشيل كمان هاي وهاي 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 أجل صارت هي تتوجعني كتير أوي. شالي ونشيل ونشيل كمان هاي وهاي 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 وبس. وهلا لنحط اللون. هلا انا بقول الكوافيرة بتلون اللون مر، عندي لون مر لا ها. طيب ايش لون الكوافيرة؟ عنجد قولولي بالتعليقات ما بعرف ايش لون الكوافيرة، والله شي صعب. ايش لون الكوافيرة؟ موف اكيد موف، بس ما بلاقيهم موف. ميكي ماوز حلو بس لا ايش لونه، والله شي صعب صعب. طيب انا راح اعتمد هذا، بس بحس انه كانيني انا عادي بيتي. لا ما بدي اياه، بدي لون مثل هذا اللون، بس له لون هيك الوان. طيب هيدا هذا فرجيني حلو، ما بعرف ما اعتقد. طيب هذا حلو ما اعتقد، كمان هاد الدعبيل لا اشتريته الدعبيل لا لا اريده مع الاسف. انا اعتقد ان هذا لونه مناسب جدا. فرجيني شلون صار رائع. ماذا صار؟ سيعطونا مفاجأة واحدة. هيا ما هي ما هي؟ لايك. شكرا. انا اعطوني لسه فقط هذه المفاجأة تنسك اكتر، واعطوني فقط هدول نعمل بقية البيت. هلا نحن لما سندخل اكيد في معقمات مشان المرض الخطير جدا. معقمات سأحطهم هنا او هنا او هنا، لا اعلم غريب. انا اعلم لكن اولا
مثلا احطه هنا 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 الاراكي مشان نقعد عليهم. انا افكر ان نحط هالسلة لكن لا مع الاسف سنحط الزرق. سنحط واحدة هنا هكذا. لا اعتقد ان هنا يناسب ان هنا 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 هكذا. لا اعتقد انهم يناسبوا. لا اريد الاراكي. هنا سنعمل المكتب هنا هنا نضبطهم هنا هذا الحيط المكتب. ناخذه من هنا هؤلاء نعملهم هكذا. حطيناهم هنا غرض واحد وواحد آخر هنا. لماذا أحدث هنا وواحد آخر هنا 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 هكذا. تعال 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 هنا تعال. تمام تمام. وأخيرا لماذا لم يصل؟ حطينا هنا وواحد ثاني هنا. نحن لا نحط عجز السحابات هنا فسيأخذ. فنحن كيف نأخذ من المصاري هكذا؟ إنه روعة. لا لا أعتقد نشيله هنا أم هنا أم هنا. لا لا هنا هنا نعيفه هنا نعيفه نعيفه هنا. هذا يعني أظن قليلا. لا لا أريد أن أفتح أجرب أفتحها. هذا أفضل. لا أعتقد لا أعتقد لا أعتقد لا أعتقد أنا سيصل أفضل وأفضل. أفكر أن أحطهم هنا بدلا أم هنا. لا أعلم كنت أنني خلطت. كان سيبدو جميلا أعتقد. أين هم؟ أي واحدة هنا وواحدة هنا ثانية هكذا هكذا. تعالي تعالي هنا وواحدة ثانية سنحطها هنا هكذا وثانية هنا. والأخيرة سأحطها هنا الأخيرة. وفقط هكذا رائعة. وسنأخذ الكرسي نحطه هنا الكراسي. هذا الكرسي رائع لكنني لا أشتريه. لماذا؟ لأنه كاللعب. هذا هذا هذا. أنا أعرف ماذا كيف نعمل الشعر هكذا. هنا هنا أيضا سنأخذ واحدة ثانية نحطها هنا فقط. واحدة ثانية نحطها. أوكي سأخلص كل النقود معي. يعني سأكمل الحلقة. لا أريد هذه. سنرفعها هكذا
وحطوا المقاعد المريحة هؤلاء المقاعد حبيتهم لأنه هيك هذول لأنه فيهم سوق. سنحط هنا واحدة والآخر هنا. تعالوا نرى ماذا حصل، كيف رائع أم ماذا؟ واو 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 لا، لكن أريد أن أقربه. هذا جدا يعني جدا كثير هذا كثير. وواحد ثمين وسأحط السداجة هنا، السداجة وواحدة ثانية هنا، وهكذا فقط خلصنا. هنا لا أعلم ماذا سأحط، محتاجة سأحط ثمين هنا هكذا وواحدة ثانية. هنا الثانية نفذت كل الفلوس معي 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 ماذا فعل؟ مع الأسف نفذت كل النقود معي، يعني فقط هنا هنا. حسبي الله خسرت كلها، سأحطها هنا. والآن سأحط الشباك، لا خليكي الشباك هذا الشباك هنا. لا معي فلوس أبدا، لا. واو 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 واو. لا أريد أن أخربها. ماذا؟ أعطيني هذه. لا يا رائع رائع، بيتي صار جاهز. فقط سأحط صورة اليونيكورن هنا عشان الأطفال لا يعتقدون أنني شريرة ولا هكذا. أحطها هكذا، الأطفال لم هكذا لا يريد، لم يخفني. وصورة ثانية سأحطها هنا يونيكورن. وفقط هكذا خلصنا الفيديو. هكذا تعالوا نشوف بيتي ماذا حصل بي. واو واو واو، قولوا لي بالتعليقات بيتي صار رائع ام ماذا. قولوا لي بالتعليقات هذا هو. وهنا نضع المكياج مكانين، وهنا نغسل الشعر، واثنين نغسل الشعر. أريد أن أقص وهكذا انتهينا الفيديو، وإن شاء الله عجبكم الفيديو.